السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي، معكم أنا مسن رابع على قناة شوية إنجليزي. النهاردة بإذن الله في آخر حلقة من حلقات شرح منهج الترم الأول 2022 طلبة الصف الأول الإعدادي. بإذن الله من بداية الحلقة الجاية هنبدأ مراجعة، هنبدأ نركز على السكيلز، المهارات، ازاي هكتب باراجراف، ازاي هقدر اطلع اعمل عصف ذهني لكتابة باراجراف كويس، ازاي اقدر احل ديالوج. فبإذن الله الحلقات اللي جاية دي كلها هنظبط لكم فيها المنهج باذن الله، وهدخلك المنهج وانت مرتاح تماما. يلا كده، لو انت امرت شوف نعمل اشتراك في القناه وانت متابعني فشارك القناه مع اصحابك وفايتك. هنشتغل النهارده تيست اون يونت 6، قلمك، كتابك، تركيزك، ويلا نشوف هنعمل ايه. هنشتغل اول لانجويج لانجويج فانكشنز نمبر 2، كومبليت ذا فولوينج دايالوج. رانا اند مايا ار توكينج اباوت ذير فافورت فود، بيتكلموا عن طعامهم المفضل. فرنا بتقول لها what's your favorite food، ايه طعامك المفضل. فقالت لها it is، وقالت لها الطعام. ما اقدرش اجاوب ولا احط حاجه من عندي الا لما اكمل، لان اوريدي بنسبه 90% هكون جايب لي الاجابه تحت. فهنا رنا ردت اهوت، لسه احنا في الكلام، قالت لها كشري، حطها علامه تعجب. ده معناه ان هي قالت لها it is ايه، it's كشري، fantastic، رائع. what are it is ايه، قالت لها linets، طماطم، باستا. فدهيت هتكون ايه يا ولاد؟ يعني مثلا ممكن نحط كلمة رايس، ارز، لينتلز، توميتونز، باستا. يبقى الكلمة هنا كانت ايه؟ كانت بتقول لها what are it is in ingredients، اللي هي ايه، هي المكونات بتاعته، ايه هي المكونات. قالت لها رايس، أورز مثلا، واللينتلز، وطوميتوز، وبطاطس، وباستا، مكرون. قالت لها it is a، قالت لها yes it is very delicious. يبقى it is a يا ولاد، اكيد كلمة delicious، يبقى نحط كلمة delicious فوق. يبقى is it delicious، قالت لها yes it is very delicious. what else do you like، بتحب ايه تاني. قالت لها I enjoy كذا fish، what about you. قالت لها I love kofta very much wonderful. يبقى I enjoy، انا بحب، ممكن نقول هنا eating fish، طالما جاب لي enjoy يبقى الفيرب بعدها مضاف له ing، ونحط ing. دي بالنسبة لايه؟ دي بالنسبة لسؤال الديالوج. سؤال الديالوج كل اللي هو محتاجه منك انك لازم أن تقرأ الديالوج جامل قبل ما تجاوب عشان تقدر تطلع الاجابات الصحيحة. يلا هاخدك بقى على reading comprehension، القطعة بتاعت الفهم. Read the following and answer these questions. Everyone loves snakes. كل شخص بيحب السنيكس، اللي هي الوجبات الخفيفة. But some snakes are bad for us. ولكن معظمهم بيكون سيء أو ضار لنا. What is the best way to enjoy healthy snakes؟ إزاي؟ إيه هي الطريقة الأفضل عشان أقدر أستمتع بوجبات صحية؟ فهنا بيقول it's okay to eat crisps and cakes sometimes, but you should not eat too many of them. اوكي، لو انت اكلت مقرمشات وكيكه، ولكن المفروض انك ما تاكلش كميات كبيره منها. كريسمس هاف ا لوت اوف فات اند سولت، فيها دهون وفيها سولت، ملح او املاح. كيكس شوكليت اند بسكويتس هاف ا لوت اوف فات، دهون، اند شوجر، وسكر. تو ماتش اوف ذس تايب اوف فود از باد فور اور بوديز، كميات كبيره من النوع ده اوف فات از باد فور اور بوديز، هتكون سيئة او ضارة لأجسامنا. هيدخل بقى على الحاجات الهيلسي. بيقولي fruit is a great snack، الفواكه كويسة جدا، الوجبات خفيفة. it's very good for us and most people like sweet taste، ونقول ان هي جيدة جدا لنا، وان معظم الناس بتحب ان هي تاكلها وتتذوقها. you should eat between 2 and 4 pieces of fruit a day. beans and vegetables don't have much sugar or fat، يجب ان انت تاكل ما بين من مره لمرتين او من مره لاربع قطع من الفاكهه. البينز والفيجيتابلز الفواكه don't have much sugar، ما فيش فيها اي سكر or fat ولا دهون. they are very good for us، كويسه جدا لنا. so we should eat a lot of them، عشان كده تاكل كتير منهم. زيم دي عايده على مين بقى يا ولاد؟ على بينز وفيجيتابلز، عشان هيجي يسالنا الوقت. snakes like hummus with carrot وجزر وي بيبر فلفل ار ديليشس، اللي هو يقصد السلطه يعني لذيذه. وي شود بي كيرفول ايفن ويز هيلثي فودز، المفروض نكون حريصين ان احنا ناكل اكل صحي. فروت جوس عصير الفواكه هاز جوت ا لوت اوف شوجر، في سكر كتير. سو وي شود نوت درينك تو ماتش اوف ات، ما نشربش كتير منه. اوليفز الزيتون، ميت اللحم، اند فيش سام تايمز، احيانا ممكن يكون فيها سولت املاح.
تعالى هنا بيقول لي answer the following question. هنا بيقول لي what's the main idea, ايه هي الفكرة. ممكن اقول اكتب healthy and unhealthy snakes, الوجبات الخفيفة الصحية والغير صحية. What do you think about snakes, snakes دي عبارة عن ايه, تعتقد ايه. هنقول ان some snakes are bad for us and great for us, يا اما كويسة لنا يا اما ضارة لنا. How much fruit should have every day, من كام لكام. You should eat, مفروض انك تاكلها between 2 or 4 pieces of fruit a day, من 2 لأربع قطع يومية. هنا بيقولي the underlined word delicious is the opposite, هي العكس بتاع كلمة ايه, terrible فظيع وشنيع, good كويس, sweet مذاقه حلو, healthy صحي. يبقى هنا delicious عكسها كلمة terrible. Number 5 the underlined pronoun them, بيعيد الى ايه او بيشير الى ايه, ما احنا قلنا فوق beans and vegetables. Fish السمك احيانا ممكن يكون في ايه, a lot of sugar, لا a lot of salt, a lot of fat, a lot of food. الفيش احيانا ممكن يكون في ايه, a lot of salt. تمام, تعالى بقى نشوف ال vocabulary وال structure. بيقولي choose the correct answer from A, B, C or D. هنا بيقولي there is an Egyptian food on the A, في أكل مصري on the A list ولا menu, أكيد menu. You A make noise in the school library, ما ينفعش, يبقى you shouldn't make, you shouldn't make. Number 3 I went to the pyramids last week, there are, كانت amazing, رائعة. There are eight classrooms in our school. عايز اقول طبعا هتتعدى اهي, يبقى too many. تمام, لا ماتش تنفع ولا too much تنفع, وأ lot عايز off. Number 5 Egypt is famous for many things, مصر فيها اشياء كتيرة مشهورة. It's delicious food. عايز اقول تضمنا لذلك او اضافة الى ذلك, answering, including, calling, playing. هختار كلمة including, متضمنا ذلك, اكلها الديليشوز اللذيذ. بعد كده بقولي how much is this box, it's only او only كام, 30 pounds, يعني الكتاب ثمنه كام, اكيد 30 جنيه. Number 7 is the person who brings food and drinks at the restaurant, هيكون writer, waiter ولا doctor, teacher, carpenter, هيبقى مين الولاد, هيبقى waiter الجرسون. Number 8 are there eight boys in the playground, هل في اولاد في الملعب, انت جمعتها وده سؤال, يبقى اختار اني على طول, اني كانت بتيجي فين في الاستفهام والنفي. Number 9 Christmas has a lot of A and salt, a lot of fat, لا fans ولا vans ولا fair. Number 10 chocolate and biscuits contain a lot of A, a lot of sugar, فيها سكر كتير. Read and correct the follow the underlined words. You shouldn't see the doctor when you are sick, ما ينفعش اقول you shouldn't, ولكن you should, يجب انك تشوف الدكتور لما تكون تعبان. There isn't any beans in the bag, طالما عندك جمع ما اخدش isn't, امال اخد ايه, اخد كلمة اسمها aren't. Aren't يعني ايه, تيجي مع الجمع يا مس. There are too much books, طالما انت جمعتها ما ينفعش تقول bunch, much, امال نقول ايه, نقول كلمة اسمها many. تمام, كويس جدا, رائع, كمل. How much is the book cost, ما ينفعش اقول how much is, لكن هقول how much does the book cost. تمام كده يا اولاد. تمام, هنا بيقول traditional mean in Morocco, وجبة لذيذة في المغرب. طبعا البراجراف بإذن الله وكيفية كتابة البراجراف هيكون لها حلقات خاصة بإذن الله الفترة اللي جاية. كل مطلوب منك بس انك تركز الفترة اللي جاية معانا في الفيديو اللي تنزل, ما تفوتش ولا فيديو, بحيث انك تقدر تلم معانا المادة كويس جدا. بتمنى لك عام موفق طلبة الصف الاول الاعدادي, منهج موفق بإذن الله, اختبارات موفقة. كانت معكم سين ربيع على قناة شوية انجليزي, لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس, ولو احتجت اي حاجة سيبها لي في الكومنتس تحت, وانا بإذن الله هرد عليكم. السلام عليكم.